أولادي يتصلون بي يوميا ولكن أشعر بالوحدة، فهل هذا البر كافي؟ البر درجات، والاتصال اليومي درجة من درجات، لكن الاتصال الذي سوف يعني يأخذون به الثواب ويتقون به الشرور ويبارك لهم فيه في الأعمال، أن ترضي، يقعدوا يبروا فيك لغاية ما ترضي، تبقي راضية، وانت كده مش راضية، يعني طمع شوي، عايزة ما تقفش عند الايه الاتصال كل يوم، عايزينهم يجوا مثلا مرتين في الاسبوع، وبعد مرتين في الاسبوع تقول لا انا عايزهم يجوا كل يوم، وتكلفهم الى ان تكلفهم بما لا يطاق، انهم يسيبوا اعمالهم واسرهم ومسؤولياتهم يجوا يقعدوا عندها. لا، غلط بقى كده، وساعتها هنقول لهم بر امك على قدر المستطاع. لكن في بر بيقيك الشرور والامراض، في بر بيعمل لك حصن حصين، اللي هو ايه انهي بر ده؟ في بر في حديث البخاري في الثلاثة الذين دخلوا الكهف فسقطت الصخرة، وقف باللبن على ابوه وامه النايمين واولاده بيعيطوا وهو واقف باللبن كده، طب اقعد، طب استريح، قال لا، ده بر ايه؟ بر يقي الشرور ويستجيب الله معه الدعاء، ويبقى الواحد مشهور بقى عند في السماء بالبر ده. لكن البر الاولاني اللي هو الاتصال كل يوم ده بر تطيب خاطر، له ثواب، لكن ما هوش الحصن الحصين الفلاني ده. فالبر درجات.